السلام عليكم حبيبات ديالي، كيفاش نتوما؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا مزيانين وتكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال باذن الله. اليوم جبت لكم واحد خول اللي غادي يكون اختيار، ما نعيقش عليكم بزاف، ما نطولش عليكم بزاف. اليوم عملت لكم واحد خول اللي ما عنده علاقه بالحوايج قصص دو شين كيفاني لا بينا اينو سون روبا. اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله مع بعضيتنا الخول ديال اليوم غادي يكون كامل ديال الكترونيكا. ما عنديش بزاف مع الكترونيكا، ولكن كاين شي حوايج اللي كنضطر وكنحتاجهم للخدمه ديالي، علاش اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كلشي اللي وصل. قبل ما نبداو الخول فكرت فواحد الحاجه مهمه بزاف بزاف بزاف، غنخليكم اللينك ديال هاد الارتيكل كاملين التحت في صندوق الوصف. ثاني حاجه خصني نقول لكم بان كودي كود ديسكونتو، كنا بزاف ديال الناس كيبقاو كتسولوا لي لاتيفا كودي كود ديسكونتو ديالك لاتيفا شنو 15 مابقاش خدام. خصني نقول لكم بان باغي خدام غير شنو دابا ولاو كودي كود ديسكونتو عندهم اون سولو وسط تقدروا تستعملوهم مره واحده. على داكشي غادي نخلي لكم انا واحد نوفا كودي كود ديسكونتو، كل بروموسيون كل مره نعمل لكم شي خول فيها وطبعا نحط لكم واحد كوديغو جديد اللي تقدروا تستعملوه غير مره واحده. المهم هذا كوديغو ديسكونتو جديد ديال هاد البروموسيون هادي. واهم حاجه بنات هذا كامل قبل ما ننسى بان شين ستان دي اوفرتا بور البلاك فرايداي اي تامين بور ال 11 ديال 11. انتم عارفين شين كيكونوا عندهم اوفرتات بزاف دابا في شهر 11 وابارتي بلاك فرايداي وداكشي، عندهم اكثر من 3000 لا ماشي 3000 300000 فالي عندهم اكثر من 300000 برودوكتوس ان ديسكونتوس، وعندهم حتى 90% حتى 90% ديال التخفيضات. ابروبيتو داك الناس على قلبكم تعملوا شي بيدي دولو شي حاجه من شي حاجه، دخلوا هاد الايام هاد غادي تجبروا ام مونطون ديال فيرتيتاس، لا في الحوايج لا في الحاجه ديال الدار لا في الكترونيكا الحاجه ديال العيال لا في الحاجه ديال الماسكوتات، اي حاجه بغيتوها غادي تلقاوها على ديسكونتيتو. غادي نبداو اول حاجه بهاد الكاخيطه هادي، استاسو اون ميني بروجيكتور، صراحه كنت متوقعه اكثر من هيدا. هو عندي هنايا حالي تقبلاتي، هذا واحد ميني بيكاني بروجيكتور، شوفو عرفتي ستيتو حلوه كي انا عجبني اصلا. حسب الهدف ديالي هي نعملو بيت نعاس ديالي، انا بيت نعاس ما عنديش التيلي اصلا، سبحان الله مكيعجبنيش بيت نعاس في التيلي ما كيعجبنيش، ولكن شي مرات الصراحه كنتشاها نكون مثلا هيدا لا نكون نعسا وداكشي وحنا نجلسو نتفرجو شي حاجه انا واسامه، وطاحت عليا فكره ناخذ هاد البروجيكتور هذا. هذا سي كونيكتا كون يو اس بي، خصني نهبط مثلا شي فيلم ولا شي حاجه نعملو في يو اس بي وكنكونيكتار له، وغادي نحطو هكذا مثلا فوق الراس ديك الكاما ونيشان كيضوي عليه الحيط. هذا ستيتو حليلو كتخبط عندكم، كيجيب السرج ديالو، ها هو السرج كيجمعه الماندو ديالو، كيجمع حتى واحد ادابتاتور اخر يمكن ديال التيلي. المهم انا ما كنفهمش بزاف السلوكات شي كما يعاوني عليها اسامه، بيرو اسم ادابتاتور كيخدم حتى تاريخ ميموريا. شوف لقيتو دابا هنايا تاريخ ميموريا، كتقدر تعمل اوريكولات مثلا سي كونيكتار له تبقى تسمع غير نتيناتكم مثلا واحد بغيتي تسمع. المهم الصراحه سي في موي بيان، باقا ما جربتوش بيرو بينتا سوبر بيان. بس كنت اللي طلبت هما هاد المبيات هادو اللي الصراحه فايت طلبتهم هادي 4 سنين، اذا عقلت عليهم الناس اللي متبعني من وقت ديال كورونا وداكشي. كان عندي واحد التوكادور في الدار ديالي، الدار ديالي الثانيه، وكانت عندي كان عندي التوكادور يعني المرايه ديالو ومستا وداكشي، ايش ما كانش فيها الضوء. شفت هاد المبيات هادو كنت عدلتهم في المرايه، وصراحه الله هادو تهما طلبتهم بالفكره ديال نعمل هنايا واحد المرايه ونعمل فيها الديوان. الفكره هي هادي، غنخبعهم صراحه ما نعملوش دابا. دابا هاد الساعه كنقول بلاتي ما خصنيش نشري مرايه ولا تحت شويه، هما كيتعلقوا كيتلصقوا في المرايات. شوفوا كيجيو بحال هكذا، كيجيو بالبيغاتيناز ديالهم اللي كتعملوهم هنايا، كتقدروا تلصقوهم في المرايه ولا في الحيط ولا في ما بغيتو تلصقوهم نتوما. اسو الميكرو كنحب راسي بروفيسيونال بحال انا ماشي بودكاست ولا. المهم هذا واحد الميكرو صراحه تشهيت فيه ميكرو على حساب شي مرات الصوت في التليفون ديالي كتسمع فاطال، وبخصوص باش نسجل لكم هكذا في التيك توك شي مره كيعجبني نسجل معكم هذا الجماعه وداكشي. مي غوستا بينتا موي بيان صراحه، شو الديكور ديال داكشي كيبان مزيون، باقا ما جربتوش. هو عنده السلك ديالو، شنو طبعا باش نكونيكتار له ايفون خصني ادابتادور على حساب كيجي هذا كيقولوا جاك جاك، المهم عقلتي. المهم هاد الكابل هذا كيجي، هذا هو الميكرو كتقدر تحيدو نقدر نعمل حفله دي جي مي غوستا. شوفوا كاينه واحد الشخص خصو يبان عندكم، قول لهم السلام عليكم خالتوش ما تعطنيش. عرفتو كتعط ولكن ماشي كتعط زعما بشي طريقه خايبه بحال اللي كتبغي تلعب، هيدا كتعط كتكرمش وانت كتلعب. ميشي ميشي هاي ما تعطنيش كتعطني. لا مشي مشي تلعب تلعب، خليني نكمل. عرفتي ميشي شنو كتسمع عندها بلاد بلاستيك وكخات كتلعب في وسطو كتلعب بيهم. المهم نكمل لكم. من بعد خديت هاد ايبود، كاين واحد الماركه في وسط شي اللي اسمها خوتا ام ام او، اسم ديالها جمو. المهم اسم نمبر تشينو سي نوتا
المهم عندهم بزاف ديال الالكترو دوميستيكوس، بزاف تحس الكترونيكا، عندهم اسبيرادور ست هاد الماركه هادي، عندهم اوريكولارس، عندهم بزاف الحاجات. المهم انا كنت هاد ايربودز دي ماركه دي ماركه شي اللي عرفتي حلو واش حسيتي توي شو داك علاش واحد الصبع ديال شويه غلط من ديالي شو نوفو نوميرا الصبع ديالي كبر نيشا قد الصبع ديالي كبر سون موي موي تشيكيتيكو شو واش حسيتي توي ستيت وين كيجيو الصاج ديال ما عندك النصا اي حاجه كتشوفو هنا كتجيب الصاج ديال صح عرفتي عمر صدر بهاد الكابليت هادو ستيت وين المهم كيجيو هيدا ستيت وين مي غوستا ان استابان ديت بريرو كلا في البياض في الكحل في البيج وفي الروسا ما مديتهم في البيج انتما كتعرفوني امانتي البيج اوكي جيب بحال هكذا من الداخل شوفو كيجيو تام بيكينيتوس بوت ماس غراتيوسوس واجد واش حسيتي توي عليك سكر خدي مستي تصديها والله من اليمين من الشمال لا بوني اوكي واحد مكتوب فيها ار واحد مكتوب فيها ال هادي ار انت تبر كما ما درستو سي سي كنت صح شاوي سي 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 بيرو كيفاش واش من فوق سي هاي دو انا هنا كنا ميك هنا كنا بول ام حطابوس سي هايدك شو قلت ربط لينا ليش انا اسامه قدر يوريكم انا على السلم تعطاش نوريكم مزيان ودني اسامه عطينا لا موستر بعدين عرفت ستيت وين مرة من بعد طلبت واحد فوندا هي كتسوى من الكترونيكا فوندا برامي موبيل عرفتي شنو كلمات فوندا هادي طلبتها من طلبتها مع هادو مع الحوايج هادو تشين وعاودت حتى لبس بيت ديال الحوايج وعاودت طلبتها غير شنو داك اللي جات مع الحوايج ما عرفتش شنو طلبت غلط ولا ما صار دوري غلط جاتني صغيرة ما عرفتش من ما عرفتش ايفون 14 المهم عرفتي جاتني ستيتو جاتني بيكينا المهم هادي كنظن قد ديالي باقا ما جربتهاش بري مي غوستا مي عندي منها تكستورا سي دورادا راه باري انفيرنو مي غوستا موتيسيمو قد عليها مزيونه صحيحه من بعد طلبت هاد الحاجه هادي اللي هو هادا وهادا استو اسنا لوسيسيدا بسنسور فالي فكرة ديالي بغيت نعملو في الدرج راه بوم بيض الدرج تحرقت لي وصح عالي خصني نجيبو شي درج يكونو طوال مش نقدرو نبدلوها ولكن قلت خليها صافي مع داك ملي كنشرو الضو فوقي كيبانو الدرج ملي كنشرو تحت كيبانو الدرج الدرج اللي عندي هنايا في الدار المهم على كل كيجو هادو كتعمل فيهم بيلاس فالي كتشدو بحال هيدا كتجي فيهم بيغاتينا اللي انا لصقتها ولا غادي نحيدها وغادي نلصقهم في الدرج والدرج عندهم هنا واحد السنسور ملي كتكون طالعين في الدرج اوتوماتيكمنت كتشعلو ميرا كتشريطو هذا هادشي اللي كيقولو هنايا المهم انا غادي نجربهم انا غادي نجربهم بيرو كرو كي سي انا قلت لكم برينسيبيوس سي انا غادي نجربهم طلبت هنايا واحد اوريكولار ناس عتقول لطيفه شنو هادشي هذا واش منيتك واش ماشي لي الصراحه بنت اختي ما صراحه انفانتيل يعني فين كيكون العيا صغار ممكن لك يحبوا هادشي هذا هيدا ولكن سوني انفانتيل شو بيني المهم هادو واحد اوريكولاريس فالي كاسكوس ماشي اوريكولاريس سمح لي كاسكوس كيجيو بكرادور ديالو وكاسكوس هما هادو سون موي موي غراتيوس شوف شحال كيوت عرفتي واعر نحمقوني شوفوا عندهم الودينه زعما قطيوطه ميسي انا الصديقه ديالك هاي ميسي عجبتك بانكور مكرغا انا لامريكا وهادو بعد كيتشعلو الديوان وداك الشيء كي انتريسانتي دابا غنوريكم واحد الحاجات اللي كيتشعلو شويه مباطيات ولكن بزاف حباطيات هادو الناس اللي كيعملوا فيديوز اللي كيسجلوا في الدار وداك الشيء كنصحكم بهم بزاف 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 وعلي عندو اول حاجه من هذا كيتسمى بلاستيكو هذا واحد التريبودي وعندي مونتاج بلا تنفسخو شنو نوريكم مزيان كيجي هنا فين تعمل التليفون شوف جهه هادي كتعمل التليفون جهه هادي كتقدر تعمل داك عندك شي تابلت كتقدر تعمل التابلت هنايا يا بارتي كتقدر تحيد هادي بس تعمل هنايا كاميرا صراحه هذا بالنسبه للناس اللي كيعملوا هكذا يوتيوب وداك الشيء غينفعكم وغيعاونكم بزاف البنات هذاك صحيح شوف هنا كتقدر تركب كاميرا وعندك صحيح صراحه وملي كتشدو نتوما كتشوفو كيولي ستيتو تقدروا كاع مثلا داك المسافر تديوها معاك المهم خصوصا ملي بديتو على هذا بغيت واحد يكون ستيتو يكي اغوانتي بيا بعد طلبت هاد اللعيبه هادي عتقولي ما هذا يا هذا يا لطيفه المهم هذا تصور كيجي واحد تريبودي ولكن فيه الضو كنت بغيت شي ضو يكون ستيتو خصوصا ملي كنسجل لكم من تحت عاد دابا عوال زعما نرجع نبلوك ديالي ديال يوتيوب الله يعاوني دعوا معايا والله يعاوني انا دابا بغيت نرجع نعاود ثاني يوتيوب تكون تخرج الوقت لينا المهم بخصوص تحت ملي كنكون كنسجل من تحت على داك الشيء بغيت نطلب واحد يكون ستيتو خفيف ظريف تهدا كذلك كيتجمع تبداو هذا مثلا يجمعوا عا خشي عين تحت مرباب ولا حدا لابادوره اللي تحت لابادوره شفتي شحال كيولي ستيتو ها صغير هذا نقدر نعملو غير مرباب هيدا ولا شي حاجه وكاع ما يبان وفي نفس الوقت يكون عندي واحد دائما تحت فين نكون غنسجلكم ولا شي حاجه بالي انا كونيكتارت له دابا غادي نجربو شعلو واو
Vale. Nzidu fil-daw, maksimu. U għaparta kħad kħuħs fil-dud-daw, xufu għadi xuja safra, għadi bajta, u għadi medjana, għadi 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 Y se nota la diferencia, mira. Me gusta. وغنقول لكم واحد الحاجه قبل الاخيره. هذا واحد الضوء بغيتو من الدوشه. علاش؟ انا عندي الدوشه ديالي عندي الضوء غير فوقي وبغيت شي ضوء جديد فرنت. ملي كنكون كامل مثلا ماكياج ديال شي حاجه عندي نشوف وجهي ميخور. ملي كنكون مثلا بغيت نسجل لكم شي حاجه في الدوشه بوز غيكون شويه اكثر ضد الضوء. وكما كتشوفوا عندي هنا واحد البوطون باش كتقدروا تبدلوا الديوان شويه. ها هي صفار ما عرفتش هيبان لكم كما يبان لكم. هاي تدام سو هو الضوئيات الضوء كيبقى يتبدل. وهذا راه كيتجاب المنطه الالكترونيكا سي. هذه واحد المنطه ضد الضوء. منطه ضد الضوء اللي كتسخن. انا هنا الفتره اللي فشيت وكيكون عندي شي دبر صراحه الله مع ديك ما عندي شي كاليفاكسيون. عندي غير ديك اير اللي كتلق السخانه وصراحه نويز سوفيسيانتي. عندي سطوفه تاخر ضد الضوء ولكن بغيت الغماس الغماس باش يكون سخيت في هذا الشيء تبع هذه. وطلبت هذه البطانيه هذه من شي معقه الثمن ديالها بشحال ما عقلاش ما عرفتش غنحط لكم هنايا. المهم هذه واحد البطانيه من شي ميلان سوبر مونا كتشوفها كتجيكم عاديه وكي كتاديوها يعني كتحسوا بان السلوكه فيها لتحت فيها واحد كابري سيتوس لتحت. هذه كنظن كتفرشوها كتفرشوا فوق منها بطانيه اخرى باش ما كتحشوا الكابلز ديالها. شوف هذه كتفرش ماشي تلغطا بها. هذه كتفرشها فوق الكامه مثلا وكتكونيكت على وكتشعل ريغولار الحراره ديالها من هذا الماندو هذا. المهم حبيبات ديالي حتى لهنا وصل الفيديو ديال اليوم. ما عرفتش شحال من تستفاد الفيديو هذا. انا حاولت نكون خفيفه ظريفه ما نطولش عليكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه تخليوا اللايك ديالكم. والى فيديو قادم ان شاء الله في امان الله.